الآن نفتح ملف الظهيرة على مشارف الاحتفال باليوم العالمي بدون تدخين. اخترنا أن نتوقف عند السيجارة الأولى، والمعني طبعا الشباب في المغرب. نحو 7 ملايين مغربي يدخنون، أكثر من 31% هم ذكور، 3.3 إناث، أزيد من 18% أعمارهم فوق 15 عاما. رقم مخيف يجعل من المغرب واحدا من بين أكثر البلدان المتوسطية استهلاكا للسجارة، بأكثر من 15 مليار سجارة في السنة الواحدة. المرعب في معطى السجارة في صفوف الشباب أن القصة الأولى بدأت في كثير من الأحيان داخل المدرسة أو في محيط المدرسة. مسؤولية من؟ هل الإطار التربوي أم الأسرة أم هما معا؟ وبعيدا عن المسؤولية، أريد الإقلاع عن التدخين لكنني أسير النيكوتين. السجارة تتفوق على رغبتي في الإقلاع، وإن كنت مقتنعا بأضرار السجارة. السجارة الأولى في المدرسة، تبليت وأنا كنقرأ، كلمة يرددها شاب بدأ التدخين تلميذا في الإعدادي قبل أن يتحول إلى مدمن على التدخين. هذا الشاب تكلفه السجارة ميزانية يومية تصل إلى 22 درهما، نعم في اليوم الواحد، ما يعادل 30% من الحد الأدنى للأجور، كلفة يتجاوزها ليسقط في شباك سجارة عدوة للصحة. عبد الحميد مرابط. محيط المؤسسات التعليمية لم يعد آمنا، فقد أضحى مشتلا لكثير من الانحرافات السلوكية لدى المراهقين، وفي مقدمتها التدخين. فسجائر الرصيف التي تباع جهارا نهارا أمام أبواب المدارس كثيرا ما تجد طريقا سلكا إلى التلاميذ، كما حدث مع هذا الشاب. قصتي مع التدخين بدأت حينما كنت أتابع دراستي بالمستوى الإعدادي، وكنت أبلغ من العمر 12 سنة. السجارة الأولى فتحت لي شهية التدخين، وبالمقابل دفعتني إلى الانقطاع عن الدراسة. كل هذا تم بتشجيع وإغراء من رفاق السوء في مرحلة المراهقة. ليست هذه حالات معزولة، فنسبة كبيرة من المدخنين تذوقوا أول سجارة بمحيط المؤسسات التعليمية. هذا الشخص الأربعيني الذي ترعرع يتيما أشعل أول سجارة في حياته وهو لا يتجاوز 7 سنين، سجارة لم يقوى على مفارقتها منذ ذلك الوقت. هذا الانحراف جاء ثمرة لرفقة السوء وغياب الأسرة والتوجيه التربوي المناسب، وهو ما حرمني من مواصلة التعلم. عندما بدأت التدخين في مرحلة الطفولة المبكرة، كان رفاق السوء يناولوننا السجائر مجانا لمدة شهور طويلة. السجارة الأولى هي اللي تدخل لي اليوم نطيرة، غدا جوج، بعد غدا ثلاثة، تتلقى راسك تتشري باكية ما تتلقى تعرفش. تولينا دخلنا شي عالم أكثر من السجارة كاع، وإني الحمد لله ربي عاوننا ودي واحد شوية العزيمة وشي شوية الصبر والتفادى أصدقاء ديال السوء. تحولات المراهق النفسية والفيزيولوجية وميله إلى التمرد على القيم السائدة ورغبته في مجاراة الأصدقاء والتماهي مع الكبار من بين العوامل التي تغذي هذا السلوك. هذا الانحراف دوافع الأسباب دياله متعددة، خصوصية المرحلة أولا، الإهمال الأسري ثانيا، غياب التوعية، ولكن بشكل أساسي ربما الدعاية أيضا، الدعاية للسجائر، هذا من الأمور التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، إضافة حتى على المستوى القانوني. ربما هناك قانون في المغرب الذي ربما أسقط نتيجة الإهمال، اللي هو قانون 1591، اللي هو منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ربما أنه لا يطبق فعليا. ديك السيجار الأول بالنسبة للشباب يعني بحال اللي كيعطيهم يعني القوة، كيبرهنوا بأنهم راهم بالغين وهذا، ولكن الدخان حيث كان يعني مضر للجسم ومضر لا ما غير بالنسبة ليه الشخص اللي كيكمي، وإنما حتى الناس اللي كيدوروا به. الوقاية وتوخي الحذر من سقوط الشباب في مستنقع التدخين يبدأ منذ الطفولة، ففي هذه السن المبكرة يتم تشرب القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية التي ستحكم سلوك الإنسان في مختلف مراحله العمرية. بلغة الأرقام، 6% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 عاما و 15 عاما يدخنون، وفق أرقام حديثة صدرت العام الماضي في بحث دولي شمل المغرب. نتوقف عند هذا المعطى ونتساءل، هل باتت المدرسة أو محيط المدرسة أرضية مشجعة على التدخين؟ وبماذا نفسر وجود السجارة بقلب المدرسة؟ من البيضاء، حسن الحمادي.
من يوقف زحف التبغ الذي يطوق محيط المؤسسات التعليمية؟ بؤرة تتوسع يوما بعد يوم. خليكم ديما القيم حدكم باقين صغار وزوينين، بعدوا من هذا. رضوان الحوات ناشط جمعوي، لكن قبل أن يتحول إلى مرشد ارتمى في سن مبكرة بين أحضان التدخين. مؤطر بعض الشباب أصدقاء ديال المؤسسة، هم اللي حاولوا يجروني لهذا الشيء. هذا أكثر في عمرك؟ هذيك 13 عام 14 سنة. قاصرون عاجزون عن مقاومة إغراءات الشارع، وشهادات كثيرة تبين بالملموس استفحال الظاهرة. كيجي يوقف حداهم كيقول لي شوف اللي مكيكميش حدانا راه ماشي راشد. كيجي الدري كيجي بلادهم تيكمي حتى هو كيتلا هذا الشيء، حتى هو كيدير نفس الريشم. ما الذي يدفع القاصرين للتفكير في تقليد الآخرين؟ هل الأمر هنا يتعلق بغياب نماذج ناجحة في حياتهم؟ مشاكل مع الدار والمدرسة راه. ما حاولتش أنك تجلس مع الأب ديالك وتحل هذه المشاكل؟ لا ما قدرتش. حتى فهمتي بدا يغوش عليا هذه. ما قدرش نقولها لي. شكون اللي تيعطيك الفلوس باش تشري الكار؟ تناخذ من عند الدار فلوس، ولكن ما عارفينش باللي راه تناخذ الكار. فالتلميذ المراهق الذي يقدم على تدخين السجائر يمكن أن يتحول إلى مدخن للمخدرات. شباب لا يدرك خطورة ما يستهلكه. لماذا هذا الصمت المضروب من قبل المدرسة والأستاذ والآباء كذلك؟ كاين واحد نسبة كبيرة أكثر من 70% أتحمل المسؤولية ديالي يعني أقولها من هذا المنبر، هذا كلهم كيستعملوا التدخين والمخدرات. ومع الأسف الشديد هناك داخل المؤسسة التعليمية كاين غياب تام ديال جمعية الآباء. أي دور للآباء وأوليائهم في حماية أبنائهم من المؤثرات الخارجية؟ يا للأسف الآباء شي شوية عادوا هزين يديهم في العملية ديال المتابعة ديال الوليدات والتربية ديالهم والمتابعة ديالهم على مستوى الأخلاق والدراسة ديالهم وكل شيء. ولكن هناك خطر يتهدد حياة هؤلاء التلاميذ. الخطر أكيد موجود. ضحايا التدخين يترددون على العلاج. الدكتورة زكية العلاوي أنجزت دراسة حول علاقة المراهقين بالتدخين، والنتائج تدعو للقلق. جبرنا باللي 80% ديال المتعاطين للإدمان كيبداو ما بين 11 سنة إلى 16 سنة. كنحطوا لهم سؤال علاش ولدي بديتي، كيقول لك أنا بغيت نجرب. والأكثرية أكثر من 60% كيقول لك مع صحابي. ألوغ صحابي في المدرسة كيقولوا لي أجي تجرب، أجي تشوف السيجارة، أشنو كدير أنت ماشي راجل، إذا ما كميتيش معانا راه أنت ما كتسوى والو. هنا بالمركز الصحي لحي بوسمارة بالمدينة القديمة يسهر الطاقم الطبي على تقديم المساعدة للمدمنين من التلاميذ. أي ولد جا أو أي بنت جات مع الوالدين ديالها كنخرجوا الوالدين وكنحطوا لها أول سؤال، واش أنت اللي بغيتي تجي؟ واش والديك اللي جابوك بزاز؟ كاين الأسرة ما كاينش حوار ما بين الاباء والابناء ديالهم، كاين المؤسسه التعليميه ما كاينش هناك يعني جمعيات ديال الاباء المتخصصه في حمايه هذا الطفل، كاين هناك الشارع كنشوفوا مع الاسف الشديد وحنا الان كنحاربوها، وهي المقاهي الشيشه متواجده بجانب المؤسسه التعليميه. هنا يتدخل الجانب القانوني والاخلاقي، لكن الاكيد ان الادمان على التدخين يجتاح صفوف الاناث كذلك في غياب الرقيب والحسب، بينما الضحايا في ارتفاع. يؤدي التدخين إلى وفاة شخص من بين شخصين في العالم. منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 6 ملايين وفاة مرتبطة بالسجارة. وطنيا أرقام صدرت عن وزارة الصحة العام الماضي أشارت إلى 8% من الوفيات وطنيا بسبب التدخين. في صفوف الذكور نحو 90% من حالات السرطان تتعلق بسرطان الرئة الناجمة عن التدخين، والأمر لا ينحصر فقط عند حدود الجهاز التنفسي. أضرار السيجارة تطال أيضا القلب الذي قد يتوقف اختناقا. الروبورتاج لأسامة أفقير. لحظته الأولى لتدخين أول سيجارة كانت في سن 14، ومن ذلك الزمان دخلت رئة أحمد والنيكوتين في علاقة غير نهائية.
علاقة لم يستحسنها أهله ومحيطه، وأدت تكلفتها صحته التي تضررت بشكل كبير. أحمد في صغاره لم يكن يدرك عواقب السجائر. أولو بسارة وأخرشو خسارة، إنسان ما كيكونش عارف ذاك السلبيات ديالو اللي تيخلي كيكون كيضحك بيه، خسرش فيها صحتي، هو اللي مشى ليا خسر ليا فمي، الفم ديالي خصني نصايبو. احنا في العمل ديالنا كنخدموا على الجانب التحسيسي التوعوي بمدار التعاطي للتدخين والمخدرات بصفه عامه، على اساس ان التدخين حتى هو راه مخدر ومخدر قوي. النيكوتين حنا كنعرفوها علميا، اثبت اشنو كدير في الصحه ديال الشباب. كثيرة هي الأمراض الناتجة عن التدخين في سن مبكرة، انطلاقا من القصور التنفسي المزمن، مرورا بنقص المناعة السريرية للرئة والإصابة بالأمراض التعفنية، ووصولا إلى الإصابة بمرض السرطان. التدخين طبيعة الحال هو أول سبب ديال مرض السرطان ديال الرئة عند الإنسان، ولاحظنا بأن هذا السرطان ديال الرئة اللي مرتبط تقريبا أكثر من 90% مرتبط بالتدخين، كيصابوا به الناس اللي دخنوا بكري، يعني في 15 عام 16 عام، واللي دخلوا بواحد الصوره كبيره يعني. وبالتالي من المراهق مثلا تبدا التدخين، فهو تيكون اكثر عرضه للامراض التعفنيه اللي تكون على صعيد الجهاز التنفسي. يتصاعد في السماء دخان السيجاره لتبدا صحه الانسان في الاحتراق يوما بعد يوم، والاقلاع عن التدخين لا يكلف المدخن سوى العزيمه والاصرار، لانه ليس هناك مستحيل. نتساءل ويتساءل المدخن الذي يتابعنا الآن، أريد الإقلاع عن السيجارة، فما هي أنجى طرق الانفصال عن التدخين؟ معك عبد الصمد طعام من فاس. النتيجة بعد عقود من التدخين تغني فيها الصورة عن أي تعليق. نحن بإحدى مصالح المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث تتم المصاحبة العلاجية لمواجهة الأعراض الانسحابية لمادة النيكوتين. بعد 7 شهور وتزاديت 10 الكيلو وعجبني الحال، وقعوا لي مشاكل مع واحد السيد وسمعت في حقي، ومن اللي خرجت من عند داك السيد لقيت غير مول كاع ركبتي، خديت كاع كيدير لي شي حوايج كيجعلني ما نقدرش نقطعو بمره، مثلا تيدير لي التقليقه، تيروح حريق الراس، بزاف د الحوايج، ضبابه على عينيك. ملي كيدخن الانسان السيجاره الاولى كيتكون واحد المستقبلات في الدماغ ديالو لماده النيكوتين، هذه الماده النيكوتين اللي كتسبب في ادمان خطير، وهي كتمثل الثاني ماده خطيره بالنسبه للادمان بعد الهيروين. ملي الانسان لسبب ما، وغالبا لانه تلاقى مع واحد الصديق ديالو اللي كيكمي، او لسبب انه وقعت له شي مشكله، اول وسيله كيمشي لها هي انه كيدخن واحد السيجاره، وهذيك السيجاره وشنو كدير؟ كتهيج هذوك المستقبلات اللي في الدماغ ديال الانسان، وكيرجع الانسان بلا ما يحس للتدخين. أعراض الإقلاع معروفة عند من حاولوا قتل السيجارة قبل أن تقتلهم، وأهمها صداع في الرأس واضطراب النوم ونفاذ الصبر. قد تكون العزيمة أهم شرط للإقلاع، لكن النتيجة تختلف باختلاف الظروف. خان تنبغي نقاطع في المسألة تنقول راني قاطع، ولكن ما تنقدش نطلع البطحة بحال هنايا، خصني نكمل. صحا علي نحس علاش دماغي تيبقى يحرقني شويش. أنا ساليت معاه قبل ما يسالي معايا. ملي كندير نفسي صايم، ملي كيجي تودى المغرب مثلا كيدوز النهار مثلا كميشي، وكنمشي نهار على نهار حتى جاب الله العفو، عفاه لي الله. واخا جاتك صعيبه باش تلقى الكارو؟ ايوا شويه بصافي، خصها العزيمه خصها يعزم. تنتعصبي مع الطاكسي، 15 عام عندي في الطاكسي وانا معصب فيها، تيضرني راسي مع الكليان مع الناس مخلطين. مرت والله الا مرت، عييت ما نحاول نقطع الكارو ما قديتش. حوار اسري انه ما كاينش، كذلك مراكز خاصه لهاد الناس لهادو اللي تعاطوا التدخين ما كايناش، ما متوفراش في مدينه فاس بكثافه، كذلك انه الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي ما كايناش مواكبه. عادي بالنسبه للمدخن انه كتكون حالات انقطاع، حالات كنسميوها حالات رشود، انه يولي عاود يكمي، وهذا الشيء ما يعنيش انه ما يعاودش يقلع.
هنايا دور الطبيب انه يحفزه ويعاونه انه يعاود مره اخرى يقلع، وان شاء الله ما يعاودش يكمي بالتمام. تختلف طرق العلاج سلوكيه كانت او دوائيه تحت اشراف طبي، لكنها تتفق على شرط الرغبه القويه اولا في اعتبار السيجاره اكبر اعداء الحياه. مقبلون على شهر الصيام، فهل ساعات الصوم في شهر التقوى والتهذيب يمكن أن تحفز المدخن على الإقلاع، بينما ينظر إلى رمضان فرصة ذهبية لوقف السيجارة، ومن يعجز عن فك أسرها مدخنون صائمون ينتظرون يفطرون على سيجارة يستنشقونها قبل أن يذوقوا الماء، أو ربما جمعوا بين السيجارة والقهوة على أن لا يأكلوا طعاما إلا بعد الانتهاء من السيجارة. رمضان محفز للإقلاع عن التدخين من وجهة نظر علمية صرفة. معك محمد إسرة. تصارع الموت وحيدة ومن بقيت حية تحترق بين أصابع المدخن، فإرادة الإقلاع قد تنتصر في أي لحظة، واللحظة قد تأتي في شهر رمضان، شهر يعقد عليه المدخنون أمالا كبيرة للحسم في علاقتهم بسجارة خربت صحتهم قبل جيوبهم. خصين الدراري صحابي كيحيدوا، شحال ماشي تقريبا شي خمسة ولا سميتو حيدوا في رمضان، خلوه صافي كاع ما بقاو كيكميو دابا صافي غير من رمضان صافي من تماك كاع كانوا ياه معاهم دابا نادي لحد الان من تماك صافي ما واخا كاع نكميو واخا سميتو ما عندهم سوق. كنحاول في رمضان كنحاول ما كنبقاش كمي في رمضان بحال اللي كيكمي في العادي ايام العاديه. الانسان الا تيكمي وجا رمضان راه خصو يحاول ينقص منه، لان نقص منه تيضل صايم الوقت اللي تيفطر عاد تيبان ليه، بالعكس خصو يزعم. يحل شهر رمضان فتتحول أجواءه الروحية إلى طاقة إيجابية لتقوية عزيمة المدخنين للتوقف بشكل نهائي عن السجارة. لكن داك الإرادة قوية وهو بغى يوقف وصاب إن رمضان واحد الوقت مناسب باش يوقف تدخين يقدر يوقف، ولكن تيكون عنده واحد التأثير شوية صعيب. لكن هو مدخن سا ديبون ديال شحال من سنوات هو تيدخن وشحال تيدخن من السيجارات في النهار. الصوم لساعة طويلة هو تمرين للمدخن للإمساك عن السيجارة بشكل نهائي، فبلغة الطب جسم المدخن خلال صيامه يتخلص من مادة النيكوتين. نصح من دابا في شعبان منا ما نحاولوا نستعدوا رمضان، كنت نكمي 20 كارو نحاول نكمي 10 شوية ندوز الخمسة، ونهار يجي رمضان إن شاء الله 12 ساعة تساعدني باش نقطعوا نهائيا. شهر رمضان شهر العبادة والغفران وفرصة للتخلص من بعض العادات السيئة.